لا، ما بيغيرش القدر. القدر معروف، لأن إذا كان في زوجة وفي أولاد يبقى في كتاب، يعني الولد اللي اتولد دوت أو البنت اللي هتتولد ديت لها كتاب، ومعروف ما يعني إنها تروح الجنة أو تروح النار، لأهل النار أو من النار للجنة. الكلام دوت مخدراته مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن دعاء الأم أو دعاء الوالدين ودعاء الصالحين تغير الأقدار أو تعدل الأقدار.